التوقيع على الاتفاقيات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية سلوفينيا، عقد بين شركتي سوناتراك وجوبلين لتوريد الغاز الطبيعي. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد رشيد حشيشي الرئيس المدير العام لشركة سوناتراك، عن الجانب السلوفيني السيد سيمون أوربانسل رئيس شركة جوبلين. اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية سلوفينيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد ونس مجرمان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن الجانب السلوفيني السيدة ريناتا سفيلبرباك الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية. مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة التحول الرقمي لجمهورية سلوفينيا في مجال الذكاء الاصطناعي. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم، عن الجانب السلوفيني السيد بويان كومير وزير البيئة والطاقة والمناخ. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.